مهندس مصري عمل تجارب كتيرة جدا عشان يزرع حبوب البن في مزرعته الخاصة في الإسماعيلية، ونجح بالفعل أنه يعني يستخدم شتلات جديدة وتتوافق مع الأجواء المصرية في الزراعة. تعال نشوف تجربة المهندس أحمد الحجاوي في سياق التقرير اللي جاي. على مدار 4 سنوات يجرب المهندس أحمد الحجاوي زراعة حبوب البن محلياً في مزرعته بمدينة الإسماعيلية، وتستهلك مصر ما يقرب من 70,000 طن من حبوب البن سنوياً. ومع تغير المناخ الذي أدى إلى ارتفاع درجة الحرارة في مصر، يأمل الحجاوي أيضاً في زراعة محاصيل استوائية أخرى. جربنا زراعة البن بكذا طريقة وفشلنا في كذا طريقة طبعاً، لحد ما توصلنا للطريقة أنه هو بيحتاج تربة حمضية شوية، وبيحتاج ان هو يتزرع تحت شمس جزئيه، يعني ظل اشجار او تحت سرام، لو ما بقاش في شمس مباشره. الشمس المباشره بتاثر عليه جدا يعني، ده عكس ما حصل طبعا في اليمن. اليمن هو بيحتاج جو مطري وبيحتاج شمس يعني قويه شويه، في مصر بيحتاج ظل اشجار او تحت سرام. احنا جربناه في الاثنين والاثنين الحمد لله نجح. يعني مع تكاتف وزاره الزراعه احنا محتاجين بس دعم الحكومه معانا، وده طبعا هيحط مصر على بطريقه كبيره. احنا محتاجين مساحه، يعني لو زرعنا 1000 فدان بن النهارده هيبقى عندنا منتج مصري في العالم كله من البن، يعني هننافس في العالم كله في السوق العالمي كله، احنا هيبقى عندنا بن مصري. والحمد لله يعني هو يعني ارض مصر تصلح لجميع الزراعات الاستوائيه، وحتى المناخ النهارده مع تغير المناخ اللي حصل بقى المناخ المصري بيصلح لجميع الزراعات الاستوائيه، بل بالعكس يمكن افضل من دول كتير كانت بتزرعه يعني. وتمكن الحجاوي هذا العام من زراعة شتلات وبيعها لمزارعين آخرين لتجربتها، وأنتجت كل شتلة منها ما بين 5 إلى 8 كيلوغرامات من حبوب البن. إحنا كتجار بن في مصر لو زرعنا البن في مصر أو قدرنا اللي إحنا نوصل اللي إحنا نقدر نزرع البن في مصر، ده هيوفر علينا طبعاً دولارات كتيرة إحنا بنستهلكها في استيراد البن من بره، زائد إن سعر البن داخلياً هيرخص، لان كيلو البن النهارده وصل عدى ال 140 جنيه اللي احنا بنتكلم عليه، اللي هو الروبست اللي هو اقل حاجه ممكن اللي احنا نستخدمها في مصر، غير بقى الارابيكا اللي هي عدت ال 200 جنيه والكلام دوت. فاحنا طبعا لو احنا زرعناه في مصر هيوفر علينا كتير، بس هل دوت هينجح؟ فنجان قهوه بقى مظبوط دلوقتي. سادة تمام. بن غامق، بلاش المحوج ده عشان المحوج ده بيديله نكهه كده وحاجات. هقول لك بن غامق ولا سلام لو محروق يكون محوج. لا سادة، ريحه البن طلعت اصلا من من التقرير. هو طبعا هو ركز على حاجات كتيره جدا، وقال ان احنا طبعا دلوقتي بنمر بتغيرات في المناخ في مصر، فكان من الطبيعي ومن الاهميه بمكان ان احنا نستنبط اصناف جديده بتزود اولا تقدر تستحمل درجه الحراره، تزود انتاجيتنا من البن، وده هينعكس على سعر كيلو البن في مصر. انا عندي كيف كده يا منى، يعني اروح المحل بتاع البن اكل البن حبوب زي ما هو قبل ما اتحمص؟ بس انا بحب اشم البن. يتحمص واكله حبوب؟ انا احب اشم البن حبوب طبعا. يا بخت وانا بشتري، يا بخت اللي ساكن جنب حد بيحمص بن. وبعدين انا بحب وانا بشتري البن، انا برضو بشتريه بس بحبه يتطحن قدامي طبعًا. لان انا بحبه محوج وبحبه بن غامق محروق. بحب اخد معاه بقى شويه حبوب بن، مش بستخدمها في اي حاجه خالص، بس فكره ان انا ابقى ماشيه وريحه البن كده اول كام يوم بخور في المطبخ خطير خطير. يا بخت اللي يبتدي يومه بفنجان قهوه وريحه البن. احنا مع اول فصل ناخد قهوه ان شاء الله.